أنا حبيت أحط بس ده التلخيص طبعا لكل الكتاب لكل المقدس الكتاب عشان يعني. نشوف موقع الطوفان يقع فين. تمام؟ فموقع الطوفان يقع في الجزء الثالث، وهو بعد الخليقة الكاملة اللي ما فيهاش خطية، دخول الخطية إلى العالم بحوالي 1600 سنة كان الطوفان. عارف يا أخ نزار، العالم عايزنا ننكر الأربع حاجات الأولانية، بننكر الخليقة، بيقولوا إحنا جينا من نشوء والارتقاء وتفاعلات، بينكر وجود الخطية، بينكر وجود الطوفان، بينكر وجود برج بابل. لو أنكرنا الأربع خطوات الأولانية، الحقب الأولانية، الثلاثة اللي بعد كده ما لهمش معنى. نعم. لا، وبالذات يعني موضوع آدم، يعني بتعرف فكرة آدم الكتاب المقدس بيتكلم عنه بإسهاب. وعلى فكرة يمكن رح نأخذ كمان حلقة عن آدم حتى نروح نرد طبعا على بعض التساؤلات حول هذا الموضوع. لكن يعني ما قبل الطوفان كان في خطية، مثل ما ذكرت كانت هاي الحقبة التاريخية الثالثة اللي الإنسان خلاص وصل لدرجة أنه الخطية استشرت في كل نواحي الحياة.